بثلاثيه ممتعه. تعظيم سلام للاهلي. الاهلي واصل انتصارات باهداف الانجولي جيرالدو والحاوي وليد سليمان والسنغالي اليو يسجل حضوره الرائع الاول مع مارد الاحمر. الاهلي يحقق رقم 14 في بطوله الدوري ويصل الى 56 في الصداره كالعاده، ويقترب خطوه جديده من الدرع رقم 42. جيرالدو شوف الاجوال معانا. الجول الاولاني جول وليد، ده الهدف الثالث. تسديده ولا اروع من بدري على يمين حارس اسوان مسعد عوض. والجول الاولاني كان من راسيه رائعه من جيرالدو من عرضيه قفشه في الدقيقه 9، والجول الثاني كان من تسديده متقنه لوليد سليمان في الدقيقه 83. وزي ما شفنا بدري اختتم الثلاثيه في الوقت القاتل. كابتن علاء، فوز مستحق للنادي الاهلي. أكيد طبعا فوز مستحق. قبل ما أبارك للنادي الأهلي بقول لأسوان مبروك على المجهود اللي أدوه النادي الأهلي قدام النادي الأهلي. حاول طبعا قد إمكانياته، بحاول أقدر وقت ممكن، لكن فرق إمكانيات كبير قوي بين لعيبة النادي الأهلي وأسوان. الرغبة عند النادي الأهلي عايز يضغط خط، عايز يحسب زي ما اتفقنا في الاستوديو الدولي. الشوط الثاني فنيا أعلى من الشوط الأول، تحس ان في اللي فرق بسرعه الحركه نفسها، يعني بسرعه في ضغط عمل كويس في نص الملعب. ديانج لما نزل اعتقد نص الملعب تحس ان دفاعيا بقى تقيل شويه. طبعا دي الفرص اللي جت، طبعا دي ضربه جزاء دي في بدايه المباراه كان كابتن ناصر بقى يتكلم عليها، لكن ما اعتقدش كان فيها، مش عارف يعني من وجهه نظري ما فيهاش لمس، لكن كابتن ناصر اكيد معانا هو اللي هيشوفها. دي اول كانت بدايه المباراه يا ايمن اللي احنا كنا فيها بين الشوطين، كانت بدايه كانت كويسه جدا للنادي الاهلي، هجوميه وضغط كويس قوي الى ان احرزنا الهدف الاول. حلو قوي مجدي عملها، بص كويس قوي، استنى عليها. هو مجدي عملها كمان يعني بلقطه الكره حنينه كده خفيفه خالص ما فيهاش قوه، لكن هو يا دوب لمسه جيرالدو. 1-0. بعد كده اعتقد ان اسوان بدا يلعب لعب خالص، بدا يهاجم بدايه الكره في القائم، وخلص الشوط الاول على كده. عايز تقول حاجه؟ في حد تاني مش فاكر؟ عايز تقول حاجه؟ ايمن عايز تقول حاجه؟ لا لا بص محمد مجدي قفشه وقف بص وبص وعمل الكوره، المسافه قريبه جدا، عايز كويسه جدا في رجله عشان يطلع الكوره كده. مظبوط. الشوط الاول شوط مفتوح، شوط مفتوح من ناحيتين، وزي ما اتفقنا كانت خطر النادي الاهلي، حته مركز نص الملعب، وحته المساحات كانت موجوده، حته التقدم الدفاع اللي هو كان اتكلم عليه عادل. لكن الشوط الثاني الى حد كبير بعض الاخطاء بدات تتحسن، نص الملعب بدا فيه ضغط كويس نص الملعب، المسافات قربت، التغييرات الطريقه اللي عملها مصطفى اعتقد جابت مردودها، حتى تغيير محمد هاني تغييره وليد هدف دايما الفرق بتاخد هدف، دي احسن حاجه بتديله ثقه هو حتى لو لعب وقت قليل. لكن تحسي برضه الشوط الثاني اللياقه البدنيه وتحركات اللعيبه ان هم بدنيا اجهز بكتير جدا على لعيبه اسوان، وده يحسب برضه لعيبه النادي الاهلي. النهارده يمكن العقل زي ما بيقولوا اصابه متولي، يا رب ان شاء الله يطلع خفيف، واصابه جيراردو واحمد شيخ ثلاث اصابات برضه، يعني مش محتاج زي كده قوي كمان، حلو قوي قوي اللمسه حلوه كمان. الجول جابه وليد حلو قوي قوي الجول الثاني، حلو قوي لباجي العرض استلام لوليد. طبعا وليد يعني وليد استلام الكوره بالسحبه اللي عملها دي، بص على نفسه وعلى شماله وليد طبعا لا يخطئ، وهداف النادي الاهلي 7 اهداف النهارده ما شاء الله على وليد. مهما يلعب حتى لو وقت قليل تقريبا كده في الوقت ده، بيقول لك وقت قليل او لعبش قليل او حتى ما لعبش الوقت كتير قوي، لكن هو على طول هداف النادي الاهلي ودايما فايلر عنده ثقه في اللعيبه المهاريين، كل حاجه حلوه طبعا في
اي مدرب يتمناها. الراجل مجهود كويس جدا، بيحاول حتى لو يلعب، حتى لو يلعب كمان خمس دقايق بيأدي كل حاجه كويسه جدا في الملعب، جدا في الملعب، غيره جدا على فريقه. وليد دايما عايز يكسب، مش عايز ان هو حته ان هو يتعادل او خساره، الخساره دي مش موجوده عند وليد. يعني شفنا كده في الشوط دايما الحمد لله، بطل الحمد لله، مبروك على النادي الاهلي. وبس اسوء حاجه النهارده حصلت، يا رب ان شاء الله يرحمه. ادي الجول حلو قوي لما كنت كانك فيه. بص لعيبه اسوان عايز تحس ثاني خلاص في مساحات اللي بتدور عليها. بص يعني اسلام الهادي، تحرك هادي، ماشي. بص وليد فين، بص محمد مجد شوط ثاني كان ناحيه الشمال على فكره. بص حلو قوي، شايف كويس قوي. باجي هتتلعب لهاني، حلو قوي هاني. بص هاني يعني كل السحبه دي هي جول، ما هي السحبه الاستلام بالبصه، استلام بالبصه هي جول. ده الفرق بين اللعيب الموهوب واللعيب العادي، حد يوقفها لسه وكده. انا ممكن نرجع ورا شويه، نرجع بالصوره شويه. الهدف ده ايمن عايز ايه؟ انا كنت هقول لك بص على اللياقه البدنيه لعيبه اسوان في التوقيت. ما انا بقول لك بص، لا بص اللياقه وبص المساحات وبص خلاص، يعني المساحات كبيره قوي في نص الملعب، كنت بشوفها كده في الشوط الاول. لكن خلاص يعني بدنيا اسوان طبعا على فكره اليوم كل التحيه. بص ادي خمس لعيبه مضروبين في باص. انا عايز اوريك صوره لعيب وهو ماشي بالراحه مش قادر يروح لوليد سليمان. كمل هو ماشي، كمل هو ده اللي حاسس. الشوط الثاني ايمن كمل يا سمر. بص يعني هم دلوقتي اربعه بس، اربعه على ثلاثه. بص جنب اللعيب اللي جنب الحكم. ايوه انا بقول لك خلاص هم بدنيا خلاص، يعني دول اقصى حاجه عملوها اليوم كل التحيه. لكن عايز اقول لك اللي واحد استلم كوره، لو ما عندي باجي نرجعها. بص على هاني استلم، بس هاني رفع عينه وشايف وليد لعبها كويس. حتى الناس اللي في الاثنين المساكين بصوا بعاد قوي عن وليد، حته بدنيا هو يروح يقطع او يقرب لوليد خلاص. عشان كده بقول لك النادي الاهلي بدنيا لا متفوق جدا وفارق عن باقي الفرق اكيد. مزبوط. اي حد مكان وليد كابتن علاء يسيبها، كان هيسيبها لقفشه. يعني هو قرار يعني وليد، انا بقول لك كان ده بس لقفشة. وليد هو مقرر هيعمل ايه. كابتن عادل عايز النهارده اتكلم على التغييرات على اداء النادي الاهلي وخاصه الشوط الثاني. التغييرات يعني قبل ما نخش في التغييرات، انا شايف ان احنا النهارده المباراه دي انا اعتبرها من المباراه اللي وديت تجهيز لتجهيز النادي الاهلي الافريقي. يعني الفتره دي كانت مضغوطه ولعب فيها مباراتين مش 90 دقيقه، ولكن انت دلوقتي بدات تدخل وجهه نظري ان احنا هنستغل مباراه وديه تحضير للجاي، ان احنا برده لسه الاهلي ما راحش للنقطه اللي هو عايزها. وده وارد زي ما كنا قلنا اربع او خمس ماتشات عشان نوصل للنقطه اللي احنا عايزينها، ان النادي الاهلي يبقى في التوب فورم بتاعته. التغييرات انا شايف ان في حاجات، كل تغييرات لكل مدرب ممكن تاخدها في اتجاه سلبي، ممكن تاخدها في اتجاه ايجابي. ولكن انا هاخد النهارده الحاجات اللي في اتجاه ايجابي، ان احنا زي ما اتفقنا ان دي مباراه تحضيريه للي جاي، اللي هو الهدف الاسمى شويه بطوله افريقيا. احنا دلوقتي عندنا مشكله، دخلنا في مشكله كبيره. ما بقاش في اجنحه. تتكلم في الشحات مصاب، كهربا موقوف، جيرالدو النهارده اعتقد مسك الخلفيه، الشيخ طلع بانكر رجله برضه. ورمضان تتكلم في الخمس لاعبين مش موجودين. المفروض ان هم اللي بيشيلوا، يعني مش موجودين خلاص. اعتقد ممكن المباراه الجايه ممكن تبقى خمسه مش موجودين. ليها حاجات عملت النهارده ما اعرفش هي عشان ظروف المباراه ولكن ولا عشان مستقبلا. هي انا شايف ان احنا في الجانب الايجابي انت بتستخدمها، انت استخدمت النهارده هاني قدام فتحي، وارد جدا في مباراه الوداد تحتاج ده، ان انت محتاج تدافع مثلا. ممكن تستخدم علي معلول قدام ايمن اشرف، ودي برضو نقطه تانية ممكن تستخدمها لو انت عايز تقفل مناطق الملعب كلها وانت بتدافع. انك تبقى تلعب 4-2 او 4-3-1. قصدك علي معلول ولا زي محمود وحيد؟ مثلا محمود وحيد مثلا، لا بتكلم عن علي معلول. اوقع في المباراه دي ايمن اشرف باك شمال، وتلعب على قدام صدام. استخدمت اعتقد ايام كارسلون استخدمك كذا مره، بيلعب ماتشات كتير وينج. كارترون الفتره اللي كان ايمن وهي برضه ايام كارترون كانت ظروف. وانا شايف ان هي دلوقتي ظروف، انا شايف ان في ظروف يعني بقت موجوده اتخلقت، انك
في حاجات لازم تستخدمها ظروف بسبب الاصابات وعندي حاجه تانية ممكن لازم استخدمها ان انا لازم العب بثلاثه. انا شايف ان الفتره الجايه ممكن تلعب بثلاثه, ممكن يكون الماتشات ماتش مباراه الزمالك مباراه مش سهله. برضو وجود الثلاثي, حمدي فتحي في ظل عدم وجود اجنحه لازم تلعب بثلاثه في الملعب وتلعب باثنين. ممكن تكون عندك كذا كذا اختيار, وجايه وفيرود, ممكن يبقى عندك وليد سليمان وجايه, كذا حل. ولكن طالما الادوات الرئيسيه اللي مش موجوده, ممكن مباراه قادمه الاصابات دي تجبرك على تشكيل معين. ممكن ما هي, ما انا بتكلم كل ده عشان اصابات. انت بتتكلم على الثلاثه عشان اصابات. لا انا بتكلم على المرحله احنا فيها دلوقتي. ممكن جدا, وممكن تحضير لمباراه مباراه الوداد وارد جدا انك تلعبها بثلاثه. هتلعبها بثلاثه وفي ظل عدم وجود اجنحه هتبقى مجبر انك تلعب ثلاثه, ان الاجنحه الاساسيين اللي هم اللي موجودين عندك الخمسه مش موجودين. فبالتالي لازم حساباتك تتغير, تبدا تبني على حاجات ثانيه. عشان التغييرات النهارده ممكن يكون في حاجات ايجابيه ما كانتش متحضره قوي لده, ولكن هي بعد المباراه ما خلصت والناس اتصابت والكلام ده خلاص هتبدا تحتاج لها. وجود هاني قدام فتحي, بتستخدم هاني قدام فتحي وارد, ليه لا؟ قدام علي معلول, قدام ايمن اشرف, ليه لا؟ بس هي اللي هي فيها مشكله شويه ان وجود قفشه ووليد سليمان على الاطراف مش هيديك المردود الدفاعي اللي بشكل كبير اللي انت هتحتاجه في المباريات الكبيره. في المباريات الصغيره او المباريات العاديه, مش عايز اقول صغيره, مش عايز اقلل من الفرق, ولكن في المباريات العاديه ممكن يبقى مقبول ان وليد يبقى على طرف من الاطراف, ممكن يبقى موجود ان قفشه في كرة اللي اتعور فيها الشناوي اللي خد كدمة في ضلعه. شوفوا الكرة دي اللي اترفعت لو في مباراة تانية لا هتعمل لك مشكلة. قفشة ساب الراجل استلم الراجل ده مش, ولكن هو في ناس ما بتعرفش بشكل كويس. فانا شايف ان في ايجابيات, كل تغييرة ممكن اخدها باتجاه سلبي. لو النتيجة سلبية هتاخدها باتجاه سلبي, لو نتيجة ايجابية هتاخدها في اتجاه ايجابي, ممكن يفرق معاك الفترة الجاية. الثلاثي اللي موجود انا شايف ان خواجة اطمن عليهم جدا, سلاي وحمدي فتحي, شايف الثلاثة بيأدوا بشكل كويس, واي اتنين اعتقد هيأدوا بشكل كويس. لو حمدي ستة او ديانج ستة او سلاي ستة او حد تاني تمانية مش هتفرق خالص, الثلاثة بيأدوا كويس. فانا شايف في ايجابيات وايجابيات تانية كمان, ان بادجي بيسجل, ودي حاجه برضه حاجات كويسه. هو محتاج ده الفرود, اهم حاجه عنده يسجل. كنت اتمنى ان هو يبدا من البدايه ان فرقه اطفال اصلا مش حاجه طالما كل حاجه, ولكن اصلا من الفرق دفاعيا مش حاجه, من اكتر فرق اللي استقبلوا اهداف. فكنت ممكن من البدايه وتراجع شويه, ولكن في ايجابيات في التغييرات. اتمنى ان الخواجه يبني عليها, واتمنى ان الناس المصابه ترجع بسرعه عشان وقت الوداد, عشان برضه هيدونا اضافه كبيره جدا. كابتن محمد كلمني عن اداء الاهلي على مدار المباراه. شويه بدأهم ضاغط من الاول, جبنا الجول, هدينا, اسوان دخل في الجيم, ابتدى يسيطر شويه على نص الملعب, ابتدينا نشوف انطلاقات العمق, ابتدينا نشوف مساحات فاضيه ورا الدفاع بتاعنا. الشوط الثاني برضه دخلنا اسوان المباراة. نروح بعد اذنكم للمؤتمر الصحفي الاول, وبعدين نسمع منك الاجابه دي كابتن محمد يوسف. Oui, à la fin, on a gagné 3-0. Ça veut dire que tout le monde est content. On a très bien commencé. On a très bien commencé. Après, on a aussi malchance avec des blessures. Et je dis que Metvali n'est pas trop blessé. Je pense que ce n'est pas le cas. Mais on est content avec le résultat, mais avec des blessures. On a accepté 3-0. كسبنا 3-0 وسعداء زيكم بالنتيجه. اول 15 دقيقه دخلنا في الجيم بسرعه, ادينا اداء كويس, وسجلنا بس حصل اصابات للاسف. طبعا حاجه زي كده مش احسن حاجه بتحصل. فاحنا اكيد النتيجه مبسوطين بالنتيجه. محمود متولي اتصاب, نتمنى يا رب يكون اصابته خفيفه. مش عارفين ايه اصابته بالظبط, نتمنى يكون اصابته خفيفه. اسئله Excusez-moi, vous avez aussi vu le match? Alors, il y a des duels sur le terrain comme le Valais.
comme ça tu risques aussi une blessure. Hein. Et Jake, il était aussi blessé. Mais c'est pas grave. Je parle pas de Jake parce que ça, c'est pas une blessure qui est grave. Et Geraldo, c'est aussi une blessure qui est pas grave. Mais ça, c'est le foot. Hein. Si tu joues des duels comme ça, si tu t'entraînes, ouais, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. الاهلي فوق رد عليه ورد عليه وفي الاول كان يعني مستغرب السؤال شويه بعد كده بيقول طبيعي في كره القدم حضرتك شفت الماتش وفي كره القدم الكرات المشتركه بيحصل ممكن يحصل فيها اصابات زي ما حصل مع محمود ممكن يحصل اصابات من كرات مشتركه الشيخ نامل ما تكونش اصابه خطيره وكذلك ده طبيعي بيحصل في كرات مشتركه وفي كرات مشتركه وفي التمرين بتلتحم ممكن يحصل اصابه سواء في الماتشات او في التمرينات Alors ça veut dire que c'est pas si facile de jauger. Et c'était très tôt dans le jeu, mais ça c'est logique. Il doit faire des jaugements très tôt. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Et c'est quelque chose qui fait des difficultés. طبعا الاصابات اربكت نعمل تغييرات خاصه في فرقتنا اجنحه كتير فبيحصل تغيير نعمل تغيير فبتغير نظرتك الفنيه بتعمل تغيير قبل تغيير فبتغير المعطيات الفنيه للمباراه طبيعي الاصابات غيرت التغييرات كانت فيها سبب في تغيير خريطه اللعب Deuxième, aujourd'hui on a vu Badji et Geraldo qui ont apporté des premières fois. Est-ce que c'est bien que ça leur donne confiance Ça, c'est ce que j'ai envie de dire deux jours que je fais l'analyse du match. Ça, c'est très bien pour des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup marqué. Je suis content pour eux et j'espère bien que ça donne eux un peu plus de confiance. Geraldo. حاطط سهام طويلة حاجة زي كده بترفع معنوياتهم فبيرد بيقول انا كان المفروض اقول ده في التحدي اول سؤال في اول سؤال انا سعيد النهارده هم احرزوا اهداف النهارده هرجع لهم ودي كانت حاجة مطلوبة يعني الفترة الجاية. احمد خالد من طبعا كان في حظ كويس ان الاهلي كسب النهارده الماتش بس كان الحظ ما كانش كويس في موضوع الاصابات. الاهلي بيستعد لماتش مهم جدا. هل الاصابات دي هتاثر على اداء الاهلي في الماتش اللي جاي ولا الاهلي عنده كوادر اللي تقدر تعوض ده في الماتش اللي جاي؟ وهل ممكن نشوف لعيبه زي صالح جمعه ما بتشاركش الماتشات اللي فاتت ممكن نشوفها؟ Vous avez de la chance de gagner ce match-là, mais vous n'avez pas de la chance, vous avez eu des blessés au niveau des joueurs, vous avez eu des blessés. Ça peut changer un peu vos visions techniques pour le match, le derby de Zamalek, dans 5 jours. Et est-ce que l'absence de quelques joueurs à cause de blessures, est-ce que ça va donner un peu de la chance à vos joueurs, à ce moment qu'ils soient titulaires dans l'LM, contre le match, le derby? Toujours des mêmes noms qui sont demandés, c'est incroyable. Alors, je ne vous donne pas une réponse, excusez-moi. On a des blessés et aussi avec tous des analyses de notre match aujourd'hui, je vais bien réfléchir comment on peut jouer un bon match contre Zamalek. Mais ce qui concerne des joueurs qui ne sont pas là ou qui sont absents, je ne donne pas de réponse. بيقول لحضرتك للاسف بنعيد نفس الاسئله تاني كل مره في الاسئله في المؤتمرات الصحفيه. طبعا اكيد الاصابات بحساباتنا وهتلعب لكن مش هقدر اديك اسماء لعيبه بس طبعا هنفكر في لعيبه هتلعب. Tous les joueurs qui sont en forme physiquement, mentalement,
et avec tous qui est demandé sont des valables joueurs pour le prochain match. Mais je ne parle pas des joueurs individuels. وهتقول لعيبه جاهزين بدنيا وجاهزين بدنيا ذهنيا الماتش الجاي هيكون عندهم فرصه متاحه ان هم يشاركوا، لكن مش حابب اتكلم عن اسماء عن لعيبه باسمهم بعينهم يعني. في اسئله؟ اتفضل. هل غيابات بعض اللعيبه في مركز الجناح surtout on a un certificat très clair surtout après la blessure de est-ce que vous comptez évoluer avec ce plan de jeu pour les prochains matchs très intéressant votre remarque très intéressant c'est aussi quelque chose que j'ai dit avant je dois bien réfléchir avec ce match là avec des blessés je ne sais pas encore si on a deux joueurs qui ne sont pas gravement blessés de nouveau déjà dans 4 jours contre Samlek ça veut dire oui, je vais aussi réfléchir si on va jouer le même système ou peut-être un autre système. C'est aussi dépend des joueurs qui sont là. C'est aussi dépend comment l'adversaire va jouer et aussi l'état physique et mentalement avant le match contre Samlek. بقول حضرتك طبعا دي ملحوظه ذكيه منك ملحوظه كويسه بيقول طبعا لسه هنشوف الاثنين هو عنده الدات الاثنين اللي متعورين النهارده الشيخ وجالدو اثنين بيلعبوا على الاطراف اثنين وينجات هنشوف على حسب مدى اصابتهم حضرتك ده برضه احتمال مطروح ان يغير طريقه اللعب ده حسب اللعيبه اللي حسب المستجدات ولا حسب اللعب اللي الزمالك بعد 4 ايام كابتن محمد عايزين نتكلم قبل السؤال اللي انا سالته لك عايزين نتكلم على تصريح مستر فايلر وخصوصا عن الاصابات واضح ان هو طبعا سعيد بالنتيجه ولكن حزين بسبب كسر طبعا لان هو يعني هو في الامكانيات لما خد 3 نقاط جبنا في الفتره الاولانيه دي انه ما يخرجش باصابات احنا قلنا بعد ماتش الانتاج ان من المميزات غير 3 نقاط ان انت ما عندكش اصابات غير اساسا يعني قبل كده سابقا عندك محمد محمود وعندك سعد سمير عندك اصابات اساسا وخروج غيابات اخرى يعني النهارده عنده 3 خسائر يعني بتتكلم على الشيخ وبتتكلم على محمود متولي ومنهم اتنين هو الفتره الاخيره مثبت جيرالدو ومثبت كمان متولي في حته الديفنس على اساس ان هو بيدي الكوره من ورا فدي خسائر يعتبر خسائر النهارده وده يمكن اللي هيخلينا نخش شويه في حته انه جرب ديانج في الناحيه اليمين لما خرج احمد الشيخ ونزل ديانج كلنا استغربنا ليه التغيير ده هو قاري ان عنده فراغ في الاطراف عنده فراغ في الجنب اليمين وبالتالي بيجرب عشان يبدا يعني هو بيفكر على طول وهو بيدير المباراه كابتن يوسف معلش نستاذنك هنروح لمستر مانويل جوزيه معانا على التليفون عبر سكايب اتفضل مساء الخير مستر مانويل بنرحب بيك في قناة الأهلي صوت مش كان كل مرة كده Consegue ouvir agora? طيب هنرجع لمستر مانويل مرة أخرى كمل يا كابتن محمد يوسف فعشان كده هو وهو بيدير المباراة بدأ يفكر على طول في الحلول اللي هيقدر يحل بيها المركز ده شفنا ديانج وبعد كده لما
حمدي فتحي خرجه فراح منزل ديانج تاني لمكانه ديفندر جنب عمرو السوليه وراح مجرب محمد هاني برضو في فتره من الفترات. اذا هو هنا بيبحث عن مكان عايز يشوف مين اقرب واحد ليه من حيث الاداء من حيث تركيبه اللعيبه مع بعضها بحيث ان المركز ده واضح احمد الشيخ مصاب حسين الشحات عامل عمليه عنده نقص في الحته دي. لو اتكلمنا على 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 اداء بقى الاهلي على مدار المباراه بدا طبعا بدايه على غير البدايه السابقه مع الانتاج دخل في المباراه بدري بسرعه سجل هدف مبكر جدا ثم بعد ذلك حصل اطمئنان شويه وهو ده اللي خلى اسوان يعني دخل المباراة. يمكن جه انفراد من لاسوان من التمركز في ظهر احمد فتحي وبعد كده ضيعها مصطفى البدري ثم بعد ذلك الاهلي ماشي بوتيره معتدله يعني تقدر تقول 50-50. الهدف المبكر ادى اطمئنان شويه ادى اطمئنان مع ان هو المفروض يدي ثقه ويدي يعني عايز اقول ايه تكمله دفاعيه دفع وتكمل وتحرز اهداف اكتر. نيجي بقى اللي ساعد على كده برضو شويه حته التغييرات يعني عندك اصابه محمود متولي خروجه ونزول ياسر ابراهيم خروج الشيخ ونقل ديانج في حته جديده عليه التغييرات دي شويه برجلت برضو خروج جيرالدو ونزول وليد سليمان بين الشوطين. الشوط الثاني حاجه ثانيه بقى الشوط الثاني لا واضح ان في يعني اداء الى حد ما نسبيا احسن من الشوط الاول مع طبعا الاهداف بقى يعني خلينا بقى نتكلم على الهدف طبعا اللي اتكلم عليه كابتن علاء ميوب في حته ال ديانج سوري بادجي لما خرج بره وبص شاف محمد هاني وعملها له كانت فيها اتقان كويس جدا. محمد هاني كمان ما تسرعش بص عشان كده وليد سليمان سقط له خطوتين لورا وراح عاملها له في رجله فده الهدف ده من الاهداف الجميله جدا والاهداف اللي تبين ان اللعيب اللي بيروح على جنب الملعب مش مهم ان هو يعملها بالعرض وخلاص مهم ان هو يبص عشان يشوف الراجل اللي هيلعبها له اذا كان جري على القائم القريب جري على القائم البعيد عمل فنت مثلا انه هيجري وراح واقف مكانه ادي الهدف الاول فالحاجات دي كلها تبين ان في تطور الى حد ما. ديانج طبعا لما نزل في مكانه بقى بيدي انتاجيه طبعا المكان اللي احنا عارفينه واللي احنا معتادين عليه اللي هو بيلعب جنب السوليه على الدايره وبيوزع كرات وبعدين هو عنده حته القطع مميز فيها جدا. خروج بص التحرك ده ما بادجي طبعا من مميزاته عشان سرعاته عشان جسمه ان هو بيخرج على اطراف الملعب ووليد سليمان هنا بقى كمان عايز اقول لك برده على حاجه بص وليد سليمان داخل فين هي دي الحته اللي بنطلب منها لما بيلعب 10 عشان كده جونيور لما بيلعب 10 ارقامه اللي انت قلتها قبل المباراه هتلاقي ارقامه عاليه لان مهم جدا اللي بيلعب 10 هتلاقي فيه لعيبه 10 مكان الحكم كده ايوه يعني معلش ارجع تاني بيها سمير بعد اذنك ممكن نرجع بيها سمره بعد اذنك ارجع لما بادجي عملها لمحمد هاني هتلاقي لعيبه بتلعب المركز 10 ده وتلاقيه مكان الحكم يعني شايف مكان الحكم أيوه بالظبط أيوه. فدي طبعا تاثيره عقبال ما يستلم ويخش هيكون الضغط عليه بص وليد هنا داخل مكان بادجي بالظبط يعني بادجي خرج على الطرف أيوه. بص وليد فين ووراه طبعا قفشه وليد طبعا من مميزاته طبعا ان هو يعني هداف اولا عنده حتتين كويسين جدا الاسيست والتهديف وده يمكن اتكلمنا فيها قبل كده الارقام خير دليل على هذا الكلام بدليل ان اقل عدد اهداف بديل باستمرار تقريبا مع فايلر وهداف الفريق هو هداف الفريق برصيد 7 اهداف واعلى اسيست راجع الاسيستات اعتقد ان هو عنده اعلى اسيست بعد معلول او زي معلول يعني فدي طبعا الاهداف بقى خلت الشكل برده مختلف يعني انا سعيد جدا برده ان بادجي بيحرز هدف صح هتدي له ثقه وهتدي له هتدخله في منافسه ودايما هو بينزل بديل فدي ممكن تشجع فايلر انه يبدا بيه مباراه فانا شايف الشوط الثاني الايجابيات احسن كتير قوي من الشوط الاولاني وفي نفس الوقت كمان يعني لازم فايلر يبحث عن حلول او بدائل سريعه جدا لاطراف الملعب لاطراف الوينجات اللي هو بيتكلم على اماكن لحسين الشحات لان عادل ذكر خمس اسامي بره اذا كنت بتكلم على حسين رمضان والشيخ وجيرالدو كل دول مصابين بالاضافه طبعا لكهربا كمان فكلها اسامي الخمسه دول لو موجودين انت عندك تقل عالي قوي لكن هم في غيابات فانت لازم تدور على بدائل او تعمل تغيير الى حد ما بحيث ان تحاول تغطي الحته دي النتيجه طبعا كويسه جدا يعني كسبان 3 ومعنويا قبل ماتش القمه
برضو ده حاجة كويسة ان انت بتكسب ثلاثة وداخل على المباراة قمة، فدي معنويا كويس هتخليك تستعد الخمس ايام الجايين بشكل ايجابي وبشكل ما فيهوش عصبية ولا كده. لكن في نفس الوقت كمان برضو الهدف ده برضو عايز اكمل، الهدف بتاع بادجي حطاه حلو جدا، يعني حطاها حطت مهاجم صرف فيها كويس قوي فعلا. الاحلى من بادجي الباص بتاع السلية، الباص بتاع السلية طبعا. لكن احنا بنقول على بادجي عشان بادجي كلنا عايزينه يعني يخش ياخد ثقه يحاول ان هو يحط رجله يعني مظبوط. بص الباص حلو ازاي، ودي ممكن الـ 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 ممكن الهدف ده يفرق معاه كمان المباراه القادمه انه يديله ثقه ويديله معنويات كويسه. النقطه بس اللي عايز اختم بيها هي الاصابات. النهارده عشان الثلاث اصابات دول فيهم اصابتين، يعني بنتكلم على ركبه وبنتكلم على عضله خلفيه تقريبا لجيرالدو، في لازم يبقى في مراجعه الانكل الشيخ، الانكل احمد الشيخ، بس احمد الشيخ كان مصاب فيه قبل كده وجات له تاني. لازم يحصل تشيك على طول على الاصابات دي ويبدا التعامل معاها سريعا عشان ممكن اللي يقدر يلحق يوم السبت يبقى برده هينضم لل يعني للقائمه بتاعه المباراه. مهم جدا يوم السبت يبقى معاك بدايه قويه جدا ومعاك دكه قويه جدا. المباراه دي ممكن تحسمها خصوصا في التغييرات خمسه، تقدر ان انت تغير شكل المباراه خالص من خلال التغييرات يعني. كابتن هاني، كنت عايز اكلمك على وجود اجاييه الشوط الاولاني كراس حربه، وانا حاسس عن نفسي ان هو اتظلم لما غيرنا الطريقه وغيرنا راس الحربه الشوط الثاني، لعبنا ببادجي ونزل بادجي لقينا تاثيراته اتحرك على الجنب، عمل زياده عدديه قدام، دخل في العمق وجاب جول، حرك الفرقه يعني. حسينا بوجود فعلا راس حربه ممكن مع الوقت يبقى مميز. والله يا كابتن ايمن، لو تفتكر حضرتك الاستوديو اللي فات او الماتش اللي فات انا اتكلمت في النقطه دي، ان بادجي لازم ياخد فرصه، لازم انت عندك سترايكر ودافع فيه فلوس كويسه وعنده امكانيات كويسه جدا، لازم يبدا مباراه، لازم ما تقدرش تحكم عليه لما ينزل ربع ساعه او نص ساعه، لا. انا من رايي ان هو لازم ياخد فرصه. النهارده الراجل زي ما حضرتك قلت عمل الجول الثالث يعني، وعمل الاسيست بتاع محمد هاني الجول الثاني، يعني حاجه محترمه بصراحه، حاجه كلنا لازم نشيد بيه النهارده. اجايه احنا كلنا قلنا الراجل بيبقى ساعات مضطر ان هو مثلا عايز يجرب حاجه في دماغه او حاجه معينه في دماغه عايز يعملها، فبيجرب اجايه مش اول مره يلعبها. نستاذنك معلش كابتن هاني، هنروح مره اخرى للبرتغال ونستقبل مستر مانويل جوزيه عبر سكايب. مساء الخير مستر مانويل. مستر مانويل، شايف النهارده فوز الاهلي مباراه النهارده ازاي؟ أنا شايف إن الأهلي دخل قوي في المباراة. كان في بينالتي المفروض إن الأهلي الحكم ما حسبوش. جيرالدو أحرز الهدف الأول في الدقيقة 20 بالباص من مك. Il numero 30 attuante era rapidissimo, facevo un po' a scrivere in passato. كان في هجمه لرقم 30 من نادي اسوان كان ممكن يتعادل في المباراه. بقيه المباراه انا شايف كان المباراه كانت متوازنه، ما كانش في فرص ثانيه في الشوط الاول، ما كانش في حاجه مميزه في الشوط الاول. Normalmente quando attaccava bene erano le combinazioni a sterra entro Geraldo e Ali Malou sull'altra sterra. Un come l'altro che è un doppio a sterra. أنا شايف إن جيرالدو كان عمل خطورة في الناحية الشمال والناحية اليمين، كان فتحي كان شغال عمل خطورة في الناحية اليمين. الأهلي كان يقدر يوصل المرمى بسهولة كبيرة في أجزاء كتيرة من الشوط الأول.
انما نخرجوا بالشوط الاول بالفوز 1-0. انا شايف ان كانت نتيجه عادل في الشوط الاول. وحارس المرمى صد هجمه واحده في خلال الشوط كله، فده كان معناه ان فعلا النتيجه كانت مستحقه في الشوط الاول. الشوط انتهى بنتيجة 1-0 الشوط الأول. كان دايما كان في ضغط من النادي الاهلي على الفريق الخصم، وكمان في استرداد الكره كان في استرداد سريع للكره وما بيخليهمش يعملوا الباص بسهوله، فخلى الفريق اسوان كمان يجري ورا الكره. كان المباراة في الشوط الأول كان فيها نوع من التوازن. في الشوط الثاني النادي الأهلي سيطر أكثر، وكان في الناحية البدنية من الفريق أسوان ابتدت تهبط. كان المباراة كان في بنيات كثير الهجمة من ناحية اليمين، ودخول وليد سليمان لهدف الأحرزه كان هدف جميل جدا. الجون اللي احرزه وليد سليمان كان جون فعلا مميز، والجون الثالث كمان كان جون جميل. كان في لاعب مش عارف اسمه كويس رقم 18 احرز هدف كمان. و اللي حصل في المباراة عامة كان في الحقيقة الثلاث أهداف كان ثلاث هجمات خططية من الناحية الهجومية كويسة جدا واتعملت كويس جدا، ثلاث لعبات كويسة. زي ما قلت كان ماتش ممتع. الأهلي كان في الهجمات كانت والمرتده كانت سريعه من ناحيه النادي الاهلي. وكان في هجمات وفي واقع خطوره كتير على مرمى اسوان، والكره اللي جت في العارضه، لكن بعديها الاهلي قدر يحرز اهداف اكتر، وبالتغييرات اللي تمت دخلت الاهلي اكتر في الماتش وعملت الاختلافات واحرز الهدفين التانيين، والاهلي قدر يفوز بالماتش في النهائي. الاهلي كبطل محلي الملعب الاهلي والتكتيك بتاعنا الاهلي خلت في صعوبه على نادي اسوان انه يخلق فرص على النادي الاهلي. كما جاء
الهجمات المرتده على نادي الاهلي قلت زي ما قلت كانت قليله جدا، كان حتى كانت اتصدت هجمه واحده بس من حارس المرمى بتاع النادي الاهلي. فزي ما قلت الماتش كان ماتش ممتع والنادي الاهلي يستحق الفوز فعلا. شفنا مستر فايلر الماتشين اللي فاتوا بدا بطريقه 4-4-2 وابتدى يغير شويه في بعض مراكز اللاعبين. النهارده بدا المباراه 4-2-3-1 ورجع للطريقه اللي بتناسب لعيبه النادي الاهلي. يا ترى هي دي الطريقه الانسب للعيبه النادي الاهلي على المستوى المحلي وفي افريقيا؟ أنا شايف إن المدرب لعب 4-2-3-1 ويلعب ضد فرقة بتدافع، ده خلق الأهلي فوق وتواجد أكتر في ناحية في 18. أنا شايف إن كمدرب بيعمل أهم حاجة التكتيك اللي بيمشي كويس. ده بيلعب ضد خصم بيلعب 5-4-1. خلى التشكيل دوت خلى الاهلي يحرز 3 اهداف. والفريق الثاني ما كانش عنده اي فرص واضحه لاحراز الاهداف. Na primeira parte, que não deve cometer, porque o adversário tem tido muito pouca gente nos lances ofensivos. الطريقه دي شجعت الاهلي انه يلعب اكثر على اللعب الهجومي ويتحكم اكثر في مجريات المباراه. فالاهلي محتاج دايما يكون في الوضع الهجومي اكثر كبطل محلي في مصر. مستر مانويل، بطوله افريقيا هي حلم الجماهير الاهلاويه، شايف المنافسه فيها ازاي بين النادي الاهلي وبين بقيه الفرق؟ Diga. Diga, Mr. Não estou a ouvir bem. ايه هي الفرق اللي هتواجه الاهلي؟ الاهلي هيلاعب فريق الوداد ان شاء الله المباراه القادمه. عاده اللعب ضد الفرق المغربيه عمره ما كان سهل للنادي الاهلي. احنا دايما كنا بنفوز في المباريات دي بس لكن ما كانتش بتكون مباريات سهله. شايف ان النادي الاهلي كنادي كبير بيقدر يتخطى المباريات الصعبه زي دي ضد الوداد الدوري المغربي. مستر مانويل، الاهلي هيلاعب نادي الزمالك يوم السبت ان شاء الله في الدوري، والماتشات دي بتاع الزمالك بالذات ليها ذكريات خاصه معاك، وانت لما كنت مدير فني كل الجمهور فاكر طبعا ماتش 6-1. ايه اجمل ذكرياتك ماتشات الزمالك؟
الزمالك أمير أنا لعبت ضد الزمالك 23 مباراة اتعادلنا في 3 وخسرنا مرتين وكسبنا 18 مرة وكسبنا منهم 6-1 فعشان كده عندي ذكريات حلوة كتير مع مباريات نادي الزمالك. توقعاتك ايه لمباراة الاهلي مع الزمالك يوم السبت مستر مانويل؟ Quantos pontos de diferença? Quantos pontos de diferença? O الفرق بين الاهلي والزمالك. شفنا النهارده اصابات كتير في صفوف لعيبه النادي الاهلي. كنت بتتعامل ازاي لما يكون عندك اصابات ورايح تلاعب نادي الزمالك؟ الاهلي الفرق بينه وبين الزمالك مع اكتر من 20 نقطه الاهلي مش محتاج انه يكسب في المباراه عشان يعدل موقفه في الدوري. لكن عاده مباراه الاهلي والزمالك بتكون من المباريات الاكثر تشويقا. زي مثلا مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى برضه ليها تشويق. فزي ما قلت في الفترة اللي كنت موجود فيها هنا في السنين اللي كنت موجود كسبنا 18 مرة. الماتشات اللي زي دي كانت بس محتاجة ان يكون تواجد جماهير، يكون الاستادات مليانة بالجماهير. انا في الفتره اللي كنت موجود فيها كان في جماهير في مباريات الاهلي والزمالك كانت بتدي طابع تاني للمباراه، لكن اكيد دلوقتي احنا شايفين الفرق بين الفرقتين والتغيير الدائم في مدربين نادي الزمالك بيغير المدربين مرتين او ثلاثه او اربعه كمان، وده حاجه مش كويسه للفريق. الفرق 18 نقطه بين الاهلي والزمالك دلوقتي. انا متهيألي ان هم 21 ولا لا 18 نقطة بس. لا صوت زويت. لو اتخصم من الزمالك 3 نقط في نهاية الموسم هيبقوا 21 نقطة. الاهلي هو المرشح اكتر للفوز. هي عامة هو حمل عاطفي وذهني كبير على اللاعبين، وفي اللاعبين اللي تقدر تستحمل الحمل دوت هي اللي هيكون ليها دور اكتر في لو ما تاثروش بالحمل دوت، ولاعيبه الاهلي عندهم الخبره اللي ما تخليهمش يتاثروا بالحمل ده. شكرا جزيلا مستر مانويل، واكيد هيكون لنا لقاءات ثانيه يوم السبت ان شاء الله والحديث عن مباراه الزمالك. كابتن علاء انتهينا مباراه اسوان النهارده.
طب انا ايه طيب؟ كابتن هاني سوري انت معلش احنا قطعناك مرتين انا اسف يكمل يا كابتن هاني معلش. لا طبعا كنا بنتكلم على بادجي طبعا وتحت الفرصه اللي خدها النهارده وان الراجل النهارده قدر يثبت في الوقت اللي لعبه ان هو قدر يثبت نفسه ان هو يعني يحرز هدف وهدف رائع. انا شايف ان هدف رائع مش 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 سهل ان اي حد يجيبه وان هو يقدر ان هو يساهم في الهدف الثاني طبعا بالاشتراك مع محمد هاني. يعني حتى الاستاذ سمير لو يجيب لنا الهدف بتاع وليد سليمان كلنا ما خدناش بالنا من محمد هاني. محمد هاني عمل ثلاث حاجات مهمه قوي يا كابتن ايمن في الكوره. الراجل مشي بالكوره بعد كده باص تمام بعد كده اتحرك بعد كده الكوره اتلعبت له ثاني بعد كده عمل اسيست لوليد سليمان. يعني ثلاث حاجات. ممكن تجيب لنا يا سمره بعد اذنك الهدف الثاني للنادي الاهلي؟ يعني محمد هاني من انا شايف ان هو في الجناح بياخد اريحيه اكتر في الحركه وهو عنده المقومات ان هو يقدر يلعب في المكان ده وممكن الراجل يستغله في اللي انا عايزه من الاول يا استاذ سمير. لا ممكن نجيبه من الاول يا سمره بعد اذنك وعملها مرتين. بص بس على التحرك بتاع محمد هاني. شوف استلم منين يا كابتن اهو ومشي بيها تمام وبعد كده عمل باص بعد كده اتحرك هتتحط له هيعمل الباص لوليد. يعني انت راجل برضو لسه نازل لسه ما دخلتش في جو المباراه فدي حاجه برضو حاجه من المميزات اللي محمد هاني عملها. مش على فكره عملها تاني كابتن علاء برضو عملها مره قبلها نفس الكره بالظبط برضو اتحرك وباصه وبعد كده اتحرك وخد الكره الثانيه. فدي حاجه من الحاجات اللي شفناها النهارده الايجابيه من محمد هاني. في حاجه ثانيه بس يا كابتن ايمن النهارده عندنا ثلاث لعيبه انا شايفهم النهارده ان هم كانوا من نجوم اللقاء. عندنا قفشه الشوط الاول كان ما شاء الله عليه الراجل عمل اسيست ضربه الجزاء اللي كان مشكوك فيها ان هي ضربه جزاء عمل اسيست ولا اروع. عندك السوليه ما شاء الله عليه برده الراجل واقف في مركزه مالي مركزه بيعرف يتحرك امتى يستلم امتى يقطع امتى يطلع امتى يقف الحاجات دي كلها السوليه بيعملها بامتياز مع بالاضافه ان هو بيقدر ان هو يزيد مع الهجمه. يعني النهارده لو شفت الجول الثالث اللي عمله بكعبه لبادجي ده مش 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 لعيب ما فيش لعيب تقريبا في مصر في المكان بتاع السوليه ده يقدر يعمل حاجه زي دي. السوليه من اللعيبه المهاريه يعني هو بيلعب ديفندر وكل حاجه بس من اللعيبه المهاريه ان هو بيقدر ممكن يعمل لك اسيست ممكن عنده ميزه الشوط بيشوط كويس جدا عنده ميزه اللي هو بيقطع. انا شايف ان السوليه النهارده وهو عامه لعيب متكامل. انا بحب السوليه عامه بعيد عن اي حاجه هو لعيب انا بحب طريقه لعبه. ثالث حاجه النهارده يا ريت يا استاذ سمير لو تعمل لنا كده ملخص صغير كده لوليد سليمان. وليد النهارده عمل شوط ولا اروع. انا بصراحه انا بقالي فتره ما شفتش وليد سليمان يعني بالمستوى ده بقاله فتره كبيره جدا. الراجل نزل بين الشوطين تمام انا متابعه انا قاعد بتفرج بتابعه الراجل ما عملش ميس باص. يعني لو الاستاذ سمير يقدر يجيب لنا الملخص بتاع وليد سليمان الراجل ما عملش ميس باص النهارده بينزل يدافع بينزل بيتحرك بيستلم بيعمل دوران بيعمل الزياده يعني عمل كل حاجه في الكوره النهارده. فطبعا دي الايجابيات اللي النهارده اللي كانت موجوده في المباراه. لكن طبعا في عندنا اصابه النهارده اصابه متولي ربنا يطمنا عليه يا رب كده باذن الله. وان شاء الله باذن الله يعني في حاجه اخيره بس يا كابتن ايمن عايز اتكلم فيها. احنا النهارده كسبنا وكل حاجه لكن في عندنا مشكله في خط الظهر. عندنا مشكله في خط الظهر ومشكله كبيره جدا يعني الكابتن علاء اتكلم فيها والكابتن عادل اتكلم فيها. الوقفه بتاعه خط الظهر فيها مشكله لازم يبقى في ليدر يا كابتن ايمن هو اللي امتى اللعيبه تطلع وامتى اللعيبه تقف. لازم يبقى في ليدر وصوته عالي مش ليدر وخلاص اللي هو لا لازم يبقى في واحد بيزعق وبيشخط في اللعيبه ان هي ما ينفعش ان واحد يطلع. يعني حصلت ثلاث ماتشات الماتشين اللي فاتوا والنهارده برده نفس المشكله حصلت. يعني حصلت في الدقيقه 15 والدقيقه 86 لاسوان نفس الكوره هي حتى احنا اتكلمنا فيها الاستوديو اللي فات او الماتش اللي فات نفس المشكله هي لكن لازم الراجل في خلال الاربع ايام دول قبل ماتش الزمالك لازم يتكلم فيها كويس قوي ولازم يبقى في فيديو. انا سمعت يا كابتن ان في كان في فيديو امبارح او اول امبارح تقريبا الراجل قاعد معاهم وبان النهارده في المباراه. يعني شغل الراجل بان يعني حتى شايف ان هو كان بيتكلم مع محمد هاني في التمرين تقريبا هي دي لا دي الشوط الثاني لا يا الشوط الاول الشوط الاول الاندفاع العالي اللي بنقول الاندفاع العالي طبعا يعني بس برضه بص المساحه الفاضيه هي نفس الكوره كابتن نفس الكوره الوقفه غلط الوقفه يعني في مشكله فعلا لازم الراجل يتكلم مع خط الظهر فيها. احنا كسبنا وكل حاجه واداء كويس وفي ايجابيات كتيره جدا لكن في اخطاء
مش هينفع ان هي تبقى موجوده في ماتش الزمالك. فطبعا مبروك النهارده الثلاث نقاط للنادي الاهلي، 56 بونت ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي بيقترب من الانفراد بالصداره، وباذن الله ان شاء الله تكمل باذن الله على خير ان شاء الله. طيب هنكمل مع بعض، بس هنروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي، وبرحب بيك طبعا في البدايه وبكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. مبروك النهارده طبعا الفوز، فوز مهم لفريق النادي الاهلي. هنتكلم على المباراه واداء فريق النادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. ببارك لك كابتن سيد. يعني 3-0 مش هتكلم عن نتيجه على قد ما اتكلم على دخولنا في البدايه في المباراه، دخول جيد جدا، لكن بشكل عام بتشوف الاداء النهارده ازاي وبعدنا شويه في الشوط الاول ورجعنا في الشوط الثاني؟ حطينا بخبرتك الكبيره كابتن سيد في المباراه. يعني طبعا بالتاكيد يعني الحمد لله طبعا على الفوز، وده في المرحله اللي بعد الغياب الطول دي اهم حاجه. بالتاكيد ما وصلناش لاحسن حالاتنا، وده وضع طبيعي جدا في ظل الغياب الطويل قوي في اللي استمر حوالي بتاع 5 شهور، وده وضع طبيعي. يعني فوز مهم زي ما قلت، يمكن بس الواحد زعلان طبعا على الاصابات اللي حصلت اضطراريه زي متولي واحمد الشيخ، وهنشوف كمان موقف جيرالدو ايه بكره. يعني متولي بيعمل اشعه دلوقتي، ويا رب ان شاء الله الرحمن تكون الامور بسيطه مش كبيره ان شاء الله. يعني لكن انا بشوف ان ده وضع طبيعي جدا. يعني بدايات كل الانديه الكبيره اللي كانت بعد غياب طويل زي مثلا ريال مدريد ولا مانشستر سيتي ولا ليفربول حتى ولا كل الانديه في معظم دوريات العالم، لما كانت بتبقى اول ماتشين ولا ثلاثه بتبقى المواقف مش على المستوى المنتظر ولا المطلوب، ده وضع طبيعي. يعني نعدي المرحله دي بكل اشكالها، بحيث ان احنا مش عايزين نخسر حد في الاصابات، مش عايزين نخسر حد في حاجات مطوله، وفي نفس الوقت مش عايزين نفقد نقاط، عايزين نحافظ على فارق النقاط اللي بيننا وبين المنافسين، وده برضو كويس. لكن طبعا بالتاكيد احنا ما وصلناش لاحسن حالاتنا بالتاكيد. يعني نقدر نقول طبعا عارفين ان في بعد كبير جدا يا كابتن سيد على المباراه، لكن نقدر نقول ان اللعيبه مباراه الزمالك واخده حيز شويه من التفكير بالنسبه لمباراه الزمالك القادمه يا كابتن سيد، ولا الامور ماشيه ازاي؟ مباراه الزمالك نقدر نقول واخده حيز شويه من تفكير لعيبه النادي الاهلي مع البعد طبعا عن المباريات وعن الفتره اللي فاتت، لكن واخده حيز شويه واضح قوي يا كابتن سيد. طبعا هي مباراه الزمالك مباراه كبيره بالتاكيد، يعني لكن هي في النهايه برضه هتبقى مباراه كره قدم ما بين فرقتين كبار اكيد. يعني لكن يمكن في الدوري المصري زي ما قلت بيتاخد على مراحل وفترات مش قصيره، لكن مباراه الزمالك 3 نقاط مهمين بالنسبه لنا يزودوا الفارق، فان شاء الله الرحمن ربنا يكون معانا باذن الله في التوفيق باذن الله ويكون حليفنا. يعني لكن زي ما قلت، يعني قلت لك ده وضع طبيعي في الغياب الطويل اللي استمر ل5 شهور، ان انت تبدا تدريجي لحد ما توصل لمستوى كويس ومطلوب، لكن بالتاكيد يمكن الاصابات دي اوحش حاجه بتمر بيها. ان شاء الله الرحمن عندنا ثقه في كل المجموعه، عندنا ثقه في كل الناس اللي ممكن تشارك وتادي ان شاء الله. يعني صعوبه المباراه بتشوفها مع التكتل الدفاعي اللي بيلعب بيه كابتن احمد كشري؟ يعني في تكتل كان بشكل كبير جدا سواء في الشوط الاول في الشوط الثاني، ده يقدر يقول صعب شويه الامور يا كابتن سيد؟ بالعكس، يعني انا شايف ان في البدايه يعني عملنا حوالي بتاع 12 14 دقيقه كانت متميزه جدا لحد ما جيرالدو قدر ان هو يحرز الهدف الاول، وبعد كده حصل تراجع شويه يمكن ما كانش مبرر يعني. لكن في النهايه بالعكس انا شايف ان كشري عامل ماتش كويس قوي، كابتن احمد كشري عامل ماتش كويس قوي، ما كانش التكتل الدفاعي المطلوب، بينزل تحت مستوى الكوره لكن ما كانش مثلا الراجل رصصهم كلهم في 18 يعني. فالجول كمان اللي جه بدري يمكن ساعد في كده، ان هو كمان عايز يبقى له تواجد هجوم. يعني زي ما قلت لك، يعني الفكره كلها لو انت في افضل حالاتك اعتقد ان الاداء والنتيجه كمان كانت ممكن تتغير. النتيجه 3-0 النتيجه مش قليله، لكن زي ما قلت لك يعني احنا بندور ان احنا يبقى عندنا نوصل على مستوى ممكن، وفي نفس الوقت يكون ما عندناش اصابات ان شاء الله. نقول اللعيبه تاخد راحه كابتن سيد بعد الفتره اللي فاتت دي، ممكن بكره يبقى في راحه ولا برضه مستمر النادي؟ احنا عندنا تمرينه بكره بس معظمها يعني حاجات ريكفري، لا مش حاجه اساسيه، فهتبقى الموضوع من يعني في ساونا ومساج وحاجات خاصه بالحاجات اللي هي استشفاء يعني، لكن ما فيش تمرين في الملعب يعني. ان شاء الله الرحمن نفصل عن المباراه اللي فاتت، نفصل بيوم كويس، نرجع ان شاء الله الرحمن يوم الاربعاء باذن الله مستعدين لمباراه قمه باذن الله، مباراه كره قدم كبيره ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وعايز اطمنك كمان يا كابتن ايمن، وعايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي تحديدا على محمود متولي. يعني نقدر نقول من خلال اطمئناننا ومن خلال احاديثنا، يعني موضوع الصليبي ده بعيد شويه بقى عن متولي. الناس اجتهدت بشكل كبير وقالت ان يمكن الجزء الاول بالنسبه للشناوي او المتولي بالنسبه للتشخيص ليه، لكن عايز اقول ان بشكل كبير غضروف وجزع في الرباط الخارجي، ده الحاله اللي احنا قدرنا نوصلها حتى هذه اللحظه. لكن لسه كمان متولي يمكن زي ما كابتن سيد قال راح يعمل اشعه طبعا احد المستشفيات القريبه جدا طبعا هنا من استاد القاهره، ونطمن عليه بشكل كبير.
ولكن باكد لك ان شاء الله يا كابتن ايمن بعيد، احنا بعيد ان شاء الله على موضوع الصليبي ده، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. طبعا احنا عارفين الاصابات قضاء وقدر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن غضروف مع جزع في الرباط الخارجي بيكون احسن شويه بشكل كبير بالنسبه للرباط الصليبي. ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات لفريق النادي الاهلي. وكمان يمكن احمد الشيخ انا عايز اتكلم عليه برده، الكدمه اللي كانت بتقابله خلال المباريات الماضيه او تحديدا التدريبات الماضيه، التقاء الكحل البسيط رجع تاني لاحمد الشيخ، لكن برده حالته ان شاء الله تكون مطمنه، وان شاء الله باذن الله نطمن على كل لعيبه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن. شكرا جزيلا مراسلنا من ملعب مباراه كريم احمد. كتر الاصابات النهارده وعندنا مباراه بعد اربع ايام، هل من الممكن تعالج النقطه دي ازاي؟ يعني مثلا اللي ختم بيه النهارده هو اللي هيبدا بيه المباراه الجايه؟ هو مش شرط، ان الاصابات دي حاجه طبعا مش بايد اي حد خالص، وحاجه بتجيلك فجاه. وهو حتى في المؤتمر قال ان الحاجه المزعجه النهارده في اللقاء نفسه حته الاصابات، لان هي كمان يعني بوظته كام حاجه كانت في دماغه، اللي هو في حاجات في دماغه كتير جدا كان هو بيفكر فيها النهارده. كل مدير فني يا ايمن بيبقى اليوم النهارده الرسم هو عايز يعمل ايه النهارده. مثلا عايز اجرب هادي محمد مثلا يوسف نص ساعه، مش عارف هعمل ايه مع هاني، هعمل ايه مع عادل، لكن ده اللي بيفكر فيه. في اصابات بتيجي بتغير لك كل خطه في دماغك دي، وهو النهارده اتكلم عليها شويه، فدي طبعا حاجه مش بايدك الاصابات. لكن مش لازم النهارده اللي انا الشكل النهائي اللي انا خلصت بيه هو اللي ابدا بيه. ما اعتقدش هبقى نفس الشكل كده، يعني مثلا مش هبقى هاني هو اللي في الطرف اللي قدام يمين، صعبه شويه مجدي مش هيبقى شمال، يعني في حاجات لسه، يعني في حاجات ممكن هو عنده لحد يوم السبت، عنده بكره ممكن يبقى راحه كده ويستشفى ويبدا يفكر في مباراه السبت، ان هو هيلعب برده، هيلعب فريق كبير فريق الزمالك، وهو يحط طريقته، وبرده لازم في حسابات تانية مع فريق الزمالك. يعني النهارده مع كل احترام لاسوان برده انت ايه، حتى لو بتجازف شويه فمسموح لك خلاص، يعني انت تقريبا الشوط الثاني متسيده، ويمكن الوضع في حتى شرح هاني ومحمد يوسف على الاهداف النادي الاهلي بدنيا اسوان خلاص، يعني الهدف الثاني والثالث لو رجعت كده بسرعه هتلاقي 3 على 3 صحيح، هتلاقي 3 من الاهلي على 3 مدافعين بس من اسوان، وحتى واقفين اسوان واقفه بس، يعني حتى ان هو يقدر يقطع الكوره ويعمل ضغط عليك يا ايمن، هم طبعا بجد كل التحالي، ومنهارده مجهود مش طبيعي حصل النهارده مع فريق اسوان. لكن انت هتلاعب فريق الزمالك، فريق قوي دفاعيا، قوي هجوميا، اكيد عنده اوراق رابحه كتير قوي، لازم انت تعمل حسابها الاول. لازم تعمل حساب الفريق المنافس، هو اكيد عامل حسابك مليون مره طبعا. لكن وتحط في الاخر تشكيل مناسب ليك انت في المباراه دي على حسب طبعا الاصابات اللي حصلت النهارده. يعني بص دي لقطه، بص يا ايمن دول، دي اسود الشوط الاول، ايوه بص المنظر، بص لعيب والتسعة تحت الكورة مفيش مشكلة خلاص، أيوة. بعد كده مع مرور الوقت خلاص، يعني انت فاهم الشوط التاني ده كمان بس ده كمان بص خلاص كده واقفين، بس حتى المساحات، يعني انت لو جبت لقطة الشوط الاول هتلاقي الناس كلها تحت الكورة بس المساحات ضيقة قوي، انت فاهم يعني هنا ماشي بيجري وكده بس هي زحمة، لكن هو الموضوع انك تدافع مش انك تبقى عدد كتير، لكن المساحات موجوده. بص اي حد من فريق النادي الاهلي هيستلم مفيش مشكله، ودي الحته الدفاعيه اللي دايما بنتكلم عليها دايما، الفريق اللي بيدافع كتير قوي خلاص بيجي عليه فتره بيتعب. لكن طبعا ما اقدرش الومهم بجد كل التحيه ليهم النهارده على المجهود اللي عملوه في المباراه. لكن مباراه الزمالك لا ليها ترتيبات ثانيه خالص، ومش لازم اللي خلص بيه النهارده هو يبدا بيه المباراه القادمه. طيب كابتن عادل، ناخد من كابتن علاء، هو بيقول ان مش لازم اللي بدا اللي نهى بيه النهارده يبتدي بيه الماتش الجاي، معنى كده ان احنا ممكن نلاقي طريقه لعب جديده الماتش الجاي بناء على الاصابات اللي داخل صفوف الفريق. هو احنا يعني في فرصه لمستر فايلر ان هو يبقى عنده تجربه مشابهه لمباراه الوداد، ممكن يخلق تجربه مشابهه لمباراه الوداد، بمعنى ان الاهلي والزمالك مباراه تقيله، مباراه وفرقه الزمالك فرقه كبيره، فرقه عندها لعيبه محترمه، عندها لعيبه كويسه، عندهم جانب هجومي كويس جدا. انت ممكن تخلق بكره مباراه مشابهه لمباراه الوداد، طريقه واسلوب لعب اللي هتلعب بيه في الوداد بره ملعبك ممكن تخلقه في مباراه الزمالك الجايه. كمان اللي هيساعدك في ده او هتبقى مجبر انك تعمل ده، ان انت ما عندكش اجنحه، بتلعب الخمس اجنحه اللي موجودين عندك كلهم مصابين على الاقل دلوقتي، فانت ممكن تعمل بروفه
لمباراه الوداد بده ممكن تبقى موجود بتلعب بثلاثه في نص الملعب وتختار اثنين يبقوا موجودين تحت راس حربه وراس حربه. الواجبات الدفاعيه هتبقى عامله ازاي؟ الواجبات الهجوميه هتبقى عامله ازاي؟ مش شرط طريقه بس، يعني ممكن اعمل 4 3 3 بس ليها في واجبات هجوميه يا اما في كاونتر اتاك يا اما في استحواذ، ممكن ليها كذا حاجه تعمل بيها. لعيبه نص الملعب دول هيلعبوا المساحات اللي بينهم قد ايه؟ هيلعبوا في حد هيكمل ولا هيقف؟ هتبقى ثابتين ولا متحركين؟ وانا بدافع بالواحد قدامه اثنين ولا بدافع باثنين قدامه واحد؟ فيها كذا اتجاه انت ممكن تشتغل وعلى حسب احتياجات مستر فايلر في مباراه الوداد. فانا شايف ان هي تجربه يعني بروفا كويسه اتخلقت بظروف اصابات فجت لك الحته اللي انت ممكن تلعب بيها. يعني انا حتى لو ما فيش اصابات انا كنت شايف ان مباراه الوداد ممكن تتلعب بالشكل ده، ان يبقى فيه حمدي وديانجو والسولاي. انت قصدك انه يلعب ثلاثه ارتكاز في نص الملعب؟ ليه لا؟ انت بتلعب فرقه كبيره، فرق النقط بينك وبين الزمالك يسمح، يعني الزمالك هو يدخل مباراه هو عايز يكسبك، هو في مباراه بطوله الدوري انتهت بالنسبه للزمالك، اعتقد احنا لسه على الورق لسه ما خلصتش طبعا، ولكن معنويا عند الزمالك انتهت، فهو بالنسبه له عنده بطوله ان هو عايز يكسبك، فدي برده نقطه حاجه من الحاجات المهمه. ومش شرط ان انا العب مباراه الزمالك ان انا لازم اكسب، مش شرط، انا راجل بادي بشكل كويس. مباراه الزمالك جات لي في وسط المباراه التحضيريه لمباراه الوداد، فممكن يبقى عندي كذا احتمال عليها، ممكن بلعب على مكسب وفي نفس الوقت ما اخسرش، العب على تعادل مش عيب برده، هتادي بشكل كويس. ولكن لو مباراه طلعت تعادل ما فيهاش مشكله، بروفا مباراه الوداد، مباراه الوداد نفس الهدف، انت عايز تكسب، ولو ما كسبتش ما تطلع بقال يعني بنتيجه كويسه، اذا كان تعادل او اذا كان ما يدخلش فيه الجول او تعمل تعادل ايجابي، في كذا سيناريو اتوظف او اتخلق لك انت ممكن توظف اللعيبه عليه المباراه الزمالك الجايه. فانا شايف ان هي بروفا هايله لمباراه الوداد ان شاء الله. هنروح لملعب المباراه لمراسلنا من هناك شريف شعبان ومعاه الكابتن احمد كشري. تحياتي لك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط يضافوا الى رصيد النادي الاهلي، يقترب خطوه كبيره جدا من نحو اللقب مع المدير الفني القدير طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي كابتن احمد عبد المنعم كشري. بقول لك هارد لك يا كابتن احمد، وعملت كيم كويس، تغييرات كلها يمكن نشطت وسط ملعبك وهجومك ورحت على النادي الاهلي كتير، وما كنتش خايف النادي الاهلي النهارده مع قله امكانيات فريق اسوان طبعا. طبعا اولا ببارك للنادي الاهلي طبعا ماتش النهارده 3 بونت مستحقين. المباراه للامانه شريف يعني احنا عملنا جيم، يعني كنا ندي بقوه بالذات، احنا في فرص واحنا 1-0 جات لنا تحت لمصطفى البدري وكورتين في الشوط الاولاني، يعني كنا نقدر ان احنا نتعادل. هي قله خبره لعيبه، يعني انت شفت الشوط الثاني كمان انا منزل 4 مهاجمين، يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفرقه تقيله، بس برضو انا او احنا مدرستنا مدرسه الهجوميه، فانا عندي الحمد لله الجراءه ان انا اهاجم، وحسيت ان احنا فريقنا تقدر ان هي سجل، وصلنا باكتر من كره، كان عندنا اكتر من كره، لكن طبعا قله خبره لعيبتي فرقت معايا، لكن طبعا النادي الاهلي قدم مباراه كبيره ببارك لهم، وان شاء الله الاهلي يعني دوري طبعا محسوم باذن الله للنادي الاهلي، ونتمنى الاهلي في افريقيا ان شاء الله ان هو ياخد افريقيا. مين اللي لفت نظرك النهارده من لعيبه النادي الاهلي؟ عمل لك قلق؟ عمل لك ازعاج؟ والله اكلمك بامانه يعني احنا قفلنا مفاتيح النادي الاهلي بالامانه، انا ما شعرتش ان في حد خطر في النادي الاهلي النهارده، عشان اكون صريح انا مش هنجامل. مسكنا قفشه زي ما انت شايف، قفشه ما اشتغلش خالص، اجاي ما كانش ظاهر خالص، كل مفاتيح لعب النادي الاهلي احنا كنا ماسكينها، ما كانش في لاعب بيمثل خطوره عليا، يمكن في بدايه المباراه في وجود احمد الشيخ كانوا بيحاولوا ان هم يخترقوا ناحيه اليمين، احمد عنده سرعات ويخش لجوه، لكن طبعا ما لحقش الاصابه، اتمنى ان هو يكون هو ومتولي، اتمنى يكون الاصابه تكون بسيطه كانت قدامي، اتمنى ان يكون سليم. لكن النهارده مش هضحك عليك، يعني نص الملعب النادي الاهلي ماسك كوره لكن بدون خطوره، انت شايف الكور الاجوان اللي جت فيا الثلاثه، واحده مقطوعه من عامر في نص الملعب واحنا رايحين بهجمه، والاثنين الاخرانيين من حسن طارق وانا رايح بهجمه في نص ملعب الاهلي، فطبعا هجمه مرتده طبعا في سرعات، لكن طبعا انا كنت قلقان من لعيبه في الاهلي، لكن
الجيم كان يعني الحمد لله كان سجال بالنسبه لينا، لكن فرقه النادي الاهلي كلهم لعيبه تقال. وليد لما نزل طبعا عنده خبرات بدا يوسع لهم. النهارده يعني باجي يعني النهارده بيجيب جون النهارده يعني كويس كويس للنادي الاهلي، بس ليه يعني الاسوان. لكن انا برضو بشكر لعيبتي، فرقه اسوان عملت مباراه محترمه جدا جدا من احسن الدور الاولاني يا كابتن. والله يا شريف بصرف النظر للدور الاولاني خسروا 5، لا انا النهارده انا بلعب كوره، يعني بنلعب كوره وبنهاجم الاهلي ورايحين باكتر من واحده. مصطفى البدري في كورتين ثلاثه الشوط الاول، والشوط الثاني اكتر من ثلاث اربع كرانك كانوا هيجوا جوال ليا، وبنمسك وبنروح وبنشتغل وبناخد فاولات على النادي الاهلي. يعني لا انا على اسوان يا كابتن، لا لا انا مش خايف، لا 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 مش خايف، لا لا طبعا اكيد في اخطاء، احنا بدايه موسم 5 شهور اللعيبه قاعده يا شريف، لكن الحمد لله من ماتش لماتش. بالعكس النهارده لعبنا كوره كويسه، بس عشان اكون صريح معاك برضو قله خبره لعيبه اسوان بتلعب النادي الاهلي استاد القاهره، احنا بقى عارفين الكلام ده يعني. لكن لا لا مبروك النادي الاهلي، ماتش جميل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، او 3 بونت يفرقهم عن النادي الاهلي، وانا فرقتي مبسوط جدا منها. انا يمكن اللي مخليني هادي شويه فرقتي كويسه، اخطاء طبعا الكره اخطاء، لكن الحمد لله مباراه انا شايف انها جيده جدا. تعود في اللي جاي باذن الله كابتن. ان شاء الله شيري ان شاء الله حبيبي. شكرا كابتن. شكرا شيري. شكرا حبيبي. شكرا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع المدير الفني القدير طبعا وابن من ابناء النادي الاهلي الكابتن احمد عبد المنعم كشري. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عودة ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وصلنا للفقره التحكيميه، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي العالمي كابتن ناصر عباس، والحديث عن طاقم التحكيم واهم الحالات التحكيميه في مباراه اليوم. اهلا وسهلا كابتن ناصر. اهلا وسهلا بيك كابتن ايمن، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للنجوم الكبار الموجودين وتحياتي لكل الساده المشاهدين. خلينا نقدم طاقم التحكيم كابتن ايمن، وهو في البدايه في ملحوظه جميله جدا ان لجنه الحكام النهارده كانت عامله تعيينه كويسه، يعني من وجهه نظري تعيينه هنحس ان هي كلها من منطقه واحده. احنا عندنا تقريبا 25 منطقه، اسكندريه والقاهره واسيوط، ويعني النهارده الحكام كلها من منطقه القاهره، ودي الاتحاد الدولي دايما بيعين اطقم من كل دوله طاقم تحكيم، يبقى في تفاهم ما بين الطاقم التحكيم الموجود. طارق مجدي النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا، كان متواجد على ارضيه الميدان اللعب، اتحرك في كل الملعب، قدر النهارده كمان مع زمايله عاونوه بشكل جميل جدا. بشكل عام كابتن ايمن المباراه خرجت بدون اخطاء باستثناء حاله واحده يمكن مختلف مع طارق فيها، ولكن بشكل عام هم أدوا مباراة كبيرة جدا جدا. شكرا لجنة الحكام على تعيين الطاقم، وشكرا على الأداء الكبير اللي أعتقد حتى الخطأ اللي احنا بنتكلم فيه لم يؤثر في نتيجة المباراة كابتن أيمن. خلينا كابتن سمين نروح للحالة اللي هي يمكن اللي هي أهم حالة في المباراة، اللي هي كان في دقيقة 4، ونشوف الحالة الأولى كابتن أيمن، بس اديني فرصة واحدة واحدة. ماشي. الحالة دي مهمة جدا كابتن أيمن، وقلنا الحكم لابد ان هو حاجه اسمها سمول ديلز، اللي هي التفاصيل الصغيره للحاله، يعني لابد انك انت توصل للتفاصيل الصغيره للحاله ديت. هنشوف هنا هل في مخالفه من حارس المرمى، نشوف الايد، ولا كان هناك سكوت مصطنع من اللاعب، حاجه من الاثنين. انا النهارده كحكم كابتن ايمن، كابتن يوسف في الحاله هنا جلاردو نجح في لعب الكره، نشوف الايد الشمال بتاع الجوانتي حتى باينه هنا عملت ايه؟ في حاجه اسمها في الاعتبارات او الكونسيدريشن بتاعتنا بنقول ان اللاعب هنا بيتصرف بخبث، الحارس مرمى حط ايديه وشالها. انا هنا النهارده انا كلاعب ممكن اسال سؤال، كابتن علاء انت رايح من انفراد خلاص عملت كده ورايح هتروح تحط جون، ايه سبب وقوعك؟ الاعاقه ايد اللي يعني حضرتك انت رايح تجيب جون، يعني هل من المعقول النهارده ان مهاجم رايح يعني عدى الحارس والجون هيحط كره جون؟ يبقى النهارده في حاجه من اتنين، هنا سكوت مصطنع، وهنا كان يجب الحكم النهارده يدي تحايل على اللاعب ويدي فيه بطاقه صفر او في ركله جزاء، وكان يجب ان هو يحتسب ركله جزاء. ايه دور الفار هنا يا كابتن؟ كابتن ما انا ده اللي انا هتكلم فيه، ولكن خلينا الاول نحلل اللعبه كابتن يوسف الاول، هل في مخالفه ولا مفيش؟ انا عندي لقطه بحلل هذه اللقطه من خلال حاجتين، القانون واعتبارات القانون. ما بحللش يعني كلام كده يعني، ولكن انا عندي الدليل في التحليل. هنروح للاعب، من هو اللي نزل نجح في لعب الكره؟ نرجع كده استمير، نرجع بالحاله الاول ونشوف هنا مين نرجع بالكره الاول، نشوف جيلاردو هنا واحده الشمال خدت الكره كابتن ايمن اوكي، هنا الحارس مالوش اي حيله غير ان هو يحط ايديه، هل ايديه نزلت على الارض ولا عملت تاتش صغير في الرجل الثابته؟ هنا شايف ان هنا الرجل الايد الجوانتي هنا في الحذاء الابيض لطشت
وانت جاي بسرعتك مع اللشه ديت يحصل المخالفه. وبالتالي انا شايف ركله جزاء لم تحتسب. وهنا لو انا جبت اللوكيشن من اول بقول هل هي فرصه محققه، عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا ان دي لو فرصه محققه ومفيش تنافس حدي بطاقه حمراء، في بين هنا في تنافس من الحارس على الكره، يعني كان في لعب من الحارس، بنخفض العقوبه من الاحمر للعقوبه اللي هي الصفر. نرجع تاني نشوف هنلاقي ان الجوانتي بتاع الحارس واخد الحذاء الابيض، وبالتالي هنا في مخالفه ركله جزاء. في حاجه ناصر، يعني اسالك حضرتك سؤال بس، يعني في حكام الوقعه نفسها ممكن تفرق مع حكم معين؟ يعني طريقه الوقعه نفسها ممكن تفرق. سؤال جميل جدا كابتن اجازي. انا بنقول الحكام دايما ما تخش بالشكل، من فضلك لو سمحت ما تخش بالشكل العام للحاله، يعني انت لو حكم وشفت الشكل ده ممكن تصفر ركله جزاء، ولكن دايما كابتن علاء بنقول الحكم ايه، حاول تاخد اقرب زاويه واحسن مكان عشان تشوف التفاصيل الصغيره. صعب جدا خلي بالك في الملعب انك انت كحكم تشوف الايد هل جت في الحذاء او الايد نزلت الارض، وبالتالي هنا بنروح للتفاصيل الصغيره. يعني الاهلي ليه ضربه جزاء صحيحه، هنا ركله جزاء لم تحتسب، وانا بقول هنا كان يجب على الفار مراجعه الحاله، على الاقل كان الحكم يرجع ويشوف بنفسه ويقرر كان هناك في ركله جزاء. طب هو مش الفار، الفار دوره ايه يا كابتن؟ هو لازم يبلغه، عمل مراجعه سريعه بدون رجوع الحكم لمنطقه المراجعه، يعني هو ممكن يكون قال له بلاي اون مفيش مشكله خالص، وان الايد هنا لم تلمس او الايد نزلت على الفاضي، وان هي لا تستحق المخالفه. انا اعتقد، ولكن من غير قطع كلامك كابتن، اعتقد طالما الحكم ما طلبش الفار، هو قصد الكابتن ايمن ايه، ان ممكن الفار لو شايف حاجه على الشاشه يقوم قايل له في الـ هو قال له الحكم وقف. الحكم وقف لمده 9 ثواني او 10 ثواني، خد وقت لحين الرجوع للفار. بس هو رجع بالفعل للفار. انا اعتقد الحكم هو اللي ليه الحق الوحيد ان هو يلجا للفار ولا لا، ولا ممكن الفار الحكم السؤال كويس كابتن يوسف. انا ممكن اطلب يا كابتن ايمن، انا اطلب من الفار من فضلك اللي راجع لي اللعبه ديت، والفار احيانا يقول لي ديلي ما تستأنفش لان في حاجه انا شاكك فيها. يعني الاثنين بيعملوا كومنيكيشن مع بعض. هنا انا بقول هنا الحاله، دي معلومه جديده، الحاله واضحه جدا جدا، وشايف ان هنا ركله جزاء. وانا يعني يمكن هي مش مؤثره كابتن اجازي في المباراه، ان الاهلي كسب 3-0، ولكن خطا مش مؤثر بتقدير عام للحكام. أدوا، احنا بنقول في النهايه مؤثر في النهايه، لكن في النهايه احنا هنا كابتن، انا كمقيم بشوف الحكم قراره مؤثر في نتيجه المباراه في الاخر. اذا النهارده يعني الحكم والفار حرموا الاهلي من ضربه جزاء. اعتقد يعني من اللقطه اللي عندنا والصوره اللي عندنا هناك ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. نروح للحاله الثانيه سمير بسرعه عشان خاطر احنا خدنا وقت في الحاله الاولانيه. نشوف الحاله الثانيه كابتن ايمن، وهنا حاله من الحالات المهمه جدا. مفيش اسئله. هنا ارتدت الكوره كابتن، ونشوف الجون بتاع النادي الاهلي، هل اللاعب اللي هو بعد ما ارتدت الكوره من القائم هل هو في موقف تسلل او لا؟ نشوف هنا الكوره راحت للمرمى وارتدت هنا من الحارس، واللاعب هنا في موقفه سليم تماما، مفيش اي تسلل، وبالتالي بنقول من صحه الهدف، الهدف سليم 100%، مفيش فيه اي تسلل. نعم. يلا اهم الحالات اللي عندنا، في حاله ثانيه كابتن سمير بعد اذنك، الحاله رقم 3 اللي هي دقيقه 16. نروح لدقيقه 16، وهنا تميز تقريبا للحكم المساعد. هنا كابتن تميز جدا جدا للحكم المساعد رقم 2 محمد عزيز منطقه القاهره، وكلنا قلنا في الوهله الاولى ان هنا في تسلل، لكن هنا لما نرجع ونشوف اللقطه من الاعاده هنلاحظ ان هنا كان تمركز الحكم المساعد كان على قدر كبير جدا من الدقه، وهنا مفيش تسلل، ان هنا عندنا لاعب هنا اخر لاعب هنا، وبالتالي هنا بقول ان الحكم مساعد كان تمركزه سليم في الحاله وكان قراره سليم في الحاله. اعتقد المباراه بشكل عام كابتن يوسف مباراه ادى الحكام اداء كويس، باستثناء الحاله احنا بنختلف فيها في ركله الجزاء، وهي لم تؤثر في نتيجه المباراه، نتيجه فوز النادي الاهلي. بنبارك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي اسوان، ودي كانت اخر حالاتنا اللي كانت موجوده معانا. نشكرك شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. شكرا كابتن ايمن. شكرا. ونهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده. نشكر نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، الف شكر. شكرا. كابتن محمد يوسف، الف شكر. الف شكر. كابتن عادل مصطفى، الف شكر. شكرا. كابتن هاني العجيزي، الف شكر. الف شكر. والشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.